اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس. دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا. اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة في الحلقة دي احنا بنكمل سلسلة مهمة جدا جدا، ايه نوع الاصدقاء اللي احنا محتاجينهم في حياتنا. بس عايزة اقول لكم على نقطة مهمة جدا، انا محتاجة الاصدقاء دول ايوة، لكن انا محتاجة اكون نفس نوع الصديق اللي الشخص التاني عايزه. يعني ما ينفعش ان انا اتوقع من الأصدقاء اللي أنا محتاجاهم يكونوا أصدقاء في حياتي وأنا من غير ما أكون أنا صديقة في حياتهم. يعني إيه؟ يعني مثلا خلينا ندي مثل، أنا أتوقع أن أنا عايزة صديق يريحني، صديقة تريحني، لكن أنا صديقة متعبة. أنا مش بوري للناس إزاي أريحهم، مش بفكر إزاي أريحهم، مش باخد خطوات إيجابية وعملية إن أنا أريحهم. يعني زي المرأة بتاعت شونم، المرأة دي عملت إيه؟ كانت بتفكر إزاي تريح رجل الله. طيب هل أنا بفكر إزاي أريح الناس زي ما أنا بفكر إزاي الناس لازم تريحني؟ دي نقطة يا جماعة مهمة جدا جدا. ما توقعش حاجة أنا مش قادر أعملها، وما توقعش حاجة أنا مش عايزة أعملها. أنا لازم أكون صديقة مخلصة علشان ربنا يبعت لي الأصدقاء المخلصين اللي أنا محتاجاهم في حياتي. لازم أكون الصديقة اللي تخرج برا مجال الراحة بتاعتها علشان تريح حد تاني، لكن ما كنش الشخص اللي يقول لا، ما هو لو انا عملت كده انا هتعب. لا، لازم اتعب علشان اتوقع واصلي وربنا يبعت لي ناس ممكن تتعب لي. مهم جدا النقطة دي. انا فعلا بفكر كل يوم ازاي اكون صديقة مخلصة للمجموعة اللي حواليا، ازاي اكون صديقة مخلصة للناس اللي بيشتغلوا معايا. اللي بيشتغلوا معايا دول أصدقاء كويسين وفاميلي، وكلنا بنتعامل مع بعض كعيلة واحدة، مش بنتعامل مع بعض كواحد باص وريس ولازم الباقيين كلهم يخدموه. زي ما هم بيخدموني أنا لازم أخدمهم، زي ما هم بيحبوني أنا لازم أحبهم، زي ما بفكر في مصلحتي بفكر في مصلحتهم. ما أقولش لحد يشيل شيلة هو ما يقدرش يشيلها، لكن أنا أدخل وأشيل معاه. فالنقطة دي مهمة جدا 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 إننا نحطها كده كيعني أسلوب حياة، أكون صديقة علشان ربنا يبعت لي الأصدقاء اللي أنا محتاجاهم. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا في أنواع الأصدقاء اللي احنا
محتاجينهم. تعالوا نبص كده ونفتكر مع بعض ايه انواع الاصدقاء اللي احنا محتاجينهم. ناس مريحين لحياتنا، ناس تريحنا، زي المرأة الشنومية اللي فكرت ازاي تريح رجل الله. بنشوف امثلة كتيرة جدا، حد يلاقي حد شايل شيلة تقيلة، واحدة ست شايلة شيلة تقيلة، ابص الاقي حد كده يروح جاي وشايل الشيلة التقيلة اللي انا شايلها. ده حاجة بسيطة، في الاوتوبيس واحد يكون قاعد وشاب صغير، واحد راجل كبير او واحدة ست كبيرة، طلعت الاوتوبيس واقفة، لا انا هقعدها وانا اللي هقف. وامثلة كتيرة، امثلة كتيرة ممكن انها تكون في حياتنا العملية. مثلا مثل تاني، ازاي ان انا اريح الولد الصغير اللي بيشتغل وبيشيل وبيطلع لي الاكل والشرب لغاية فوق، وممكن يكون ما بيركبش الاسانسير عشان ممنوع يركب الاسانسير، والراجل اللي تحت بتاع السيكوريتي مش عايز يركبه الاسانسير، لكن هو طالع شايل. ما اقولوش انت اتأخرت ليه، ما اقولوش نزل هنا واكلمه بطريقة صعبة، لكن اقوله حبيبي حط الحاجة قدام الباب، ولو هو جايب مية، لو هو جايب بيبسي، اقوله حبيبي تحب تشرب ايه، وياخد ويشرب ويرتاح علشان يقدر يكمل. لما انا هفكر ازاي اريح الناس اللي حواليا، ربنا هيبعت لي اللي يريحني. ازاي حتى ان انا اريح خليقة الله؟ الكتاب المقدس بيعلمنا لو انت شفت الحمار بتاع قريبك واقع تقومه. ياما بنشوف مناظر صعبة صعبة في الإيذاء بالحيوان، والناس اللي بتشغل حيوان وبتشتمه، ده كلها لعنات على الأرض، كل الكلام ده لعنات على الأرض. لكن لما أنا أشوف منظر زي كده، دي كلها خليقة الله، الله خلق كل ما إحنا بنشوفه، إنسان وحيوان وبيردز وزرع، دي كلها خليقة الله. إزاي الخليقة تكون مرتاحة وأنا موجودة، لكن أنا ما شفتش الظلم على إنسان ولا على حيوان من غير ما أتكلم لأريحه. ده مثل للراحة. طيب إيه تاني اتكلمنا عليه؟ اتكلمنا إننا نكون عندنا إخلاص وعندنا التزام بالناس اللي حوالينا، نكون أصدقاء عهد زي رعوس المؤابية اللي عملت عهد مع نعمي وما سابتهاش خالص، وشفنا النتيجة كانت ايه. شفنا اخوة عهد زي يوناثان وداود، شفنا ناس غير معروفة توصلك لقصد الله. محتاجين الناس ده، محتاجين نوع الناس دي. يعني الشخص اللي اتكلم مع شاول وقال له ده انا اعرف واحد بيلعب موسيقى كويس جدا والموسيقى دي هتريحك، ودخله بالطريقة دي لقصر الملك. يا ترى انت بتتكلم وانت بتتكلمي على الناس وعلى مواهبها ازاي؟ لما تشوفي حد محتاج حد، هل هتفتكري فلان ممكن يساعد فلان بالطريقة دي؟ دي نوع الاصدقاء اللي احنا محتاجينهم، يشوفوا احتياج حد تاني ويحطوك في المكان. لكن انت كمان وانت لازم تعملي نفس الشيء، ما تبخليش عن حد بالنصيحة او بحاجة تعرفيها. طيب نتكلم عن الناس بطريقة كويسة علشان معجزات تحصل في حياتهم. ما نتركش الناس في الوقت الصعب، في وقت الاحتياج. يعني انا اعرف ان كل ما الشخص كان مشهور ومعروف وليه اصدقاء كتير وليه قوة وليه نفوذ، كل الناس عايزة تصاحبه. لكن لما الشخص ده يفقد قوته، يفقد مركزه، لما يكون شخص ضعف مرض، هل هتعامل معاه بنفس الحب وبنفس القوة وبنفس الإخلاص؟ احنا شفنا إتاي الجتي وقف مع داود لما ابنه كان عايز يقتله، ولما ما بقاش ملك ولما في ملك تاني، لكن كان ضعيف ومهزوز وحزين، وإتاي الجتي وقف وقال له أنا معاك بالحياة أو بالموت. شفنا كمان أمثلة تانية حية
عن ناس وقفت في وقت الضيق علشان تنقذ شخص تاني. في حياتنا شفناها، في الكتاب المقدس شفناها. هنكمل نفس الموضوع، لكن خلينا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية ونتكلم على ناس محتاجينهم في حياتنا. النهاردة هنتكلم عن ناس مشيرين عندهم حكمة. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نشوف الأمثلة التانية. بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج. بشجعكم ان انتم تتواصلوا معنا. التواصل مهم جدا جدا جدا، والتواصل الاجتماعي النهاردة متاح في ايد كل واحد وكل واحدة. وانا عارفة ميات منكم والوف منكم من اللي بيسمعونا النهاردة على الفيسبوك دايما، واحب انكم تكلموا معنا على الفيسبوك، راسلونا على الفيسبوك، قولوا لنا ايه اللي بتحبوه، ايه اللي تتوقعوا مواضيع نتكلم فيها، انتم محتاجينها، أسئلة نجاوب عليها. تواصلوا معنا على الفيسبوك، وشجعوا الناس يدخلوا على الفيسبوك ويعملوا لايك للصفحة عشان يكونوا فولوورز معنا. اسم الصفحة بتاعتنا صفحة برنامج المرأة الفاضلة، صفحة برنامج المرأة الفاضلة. هشوفكم هناك وهنتواصل اجتماعيا مع بعض هناك. في نوعين تانيين من الناس احنا محتاجينهم في حياتنا، مشيرين، ناس يكلمونا بمشورة بحكمة. هنشوف المثل ده موجود في حما موسى. موسى كان واقف طول الوقت، طول النهار من الصبح لغاية بالليل بيعمل ايه؟ كل الناس جياله بمشاكلها، وهو واقف يحل المشاكل، وهو واقف يعمل يصلح بين ده وبين ده، وهو واقف وده وده بيتخانق يوقف الخناقة. هل كان دي دعوة ربنا على حياته؟ جزء، لكن كان ممكن انها تتعامل بطريقة افضل علشان هو يرتاح وعلشان اكبر عدد من الناس يخدم. فجاله حماه وقال له فكرة. قال له ايه؟ قال له تختار ناس، الناس دول يكونوا عندهم حكمة وعندهم رأي ومحبوبين علشان ياخدوا الدور اللي انت قايم بيه ويصلحوا بين الناس ويوقفوا خناقات، وانت ما تعملش غير بس اللي ربنا عايزك تعمله، انك تسمع منه، تقعد مع ربنا وتسمع منه وتقول للشعب ربنا عايز منكم ايه. هنا نقطة مهمة جدا انا دايما بتعلمها وبمارسها في حياتي، وبقول دايما للمجموعة اللي بنشتغل مع بعض، ما تعملش حاجة حد تاني يقدر يعملها ويعملها بطريقة جيدة. يعني ممكن ان انا اعمل حاجات كتير جدا وارهق واتعب وجسدي يضعف والوقت اللي اخده علشان اعمل الحاجة اللي محدش يقدر يعملها غيري يضيع، لان انا بعمل حاجة تانية حد تاني ممكن يعملها وبسهولة وبساطة. احنا كأمهات لو احنا ابتدينا نتكلم مع ولادنا بنفس الطريقة دي حكمة، ما تشتغلش حاجة او ما تعملش حاجة حد تاني يقدر يعملها. يعني مثلا في البيت كل واحد عنده شغلانة معينة بيعملها، انا ما جيش اعمل الشغلانة بتاعت حد تاني، لان دي الشغلانة اللي هو هيقدر يعملها ويحب يعملها ومهيئ انه يعملها وكواليفايد انه يعملها. فده مبدأ مهم جدا في إدارة البيت، في إدارة حياتنا، في إدارة أعمالنا أو أي حاجة ربنا
ادانا قيادة فيها. تعالوا نشوف الآية بتقول ايه والقصة بتاعت موسى وحمام. وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. يا من الصبح للمساء والشعب واقف وموسى واقف، يعني الاثنين تعبانين. فلما رأى حمى موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحماه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إن كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. أوكي، كل ده منطق كويس وكل الكلام اللي بيقوله ده كلام كويس. فقال حمى موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، أنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك، لأن الأمر أعظم منك. ساعات كقادة، ساعات كقادة في البيت، أمهات أو أباء، بنشوف إن إحنا اللي لازم نعمل كل حاجة، and we don't delegate، ما نديش الفرصة للآخرين إن هم يقوموا بدور الموضوع ده. زي ما الكتاب بيقول هنا، وحمى موسى قال له إن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنعه وحدك، الآن اسمع لصوتي فأنصحك. فإحنا محتاجين ناس تشير وتنصحنا، يبقى ده نمرة عشرة، نوع من الأصدقاء اللي إحنا محتاجينهم، ناس تشير علينا وتدينا النصيحة. فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي القدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين، شوفوا الطريقة والاستراتيجي، ورؤساء عشرات، فيغدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك، النهاردة الكلمة خففي على نفسك، ده أمر حكيم. الله قاد حمى موسى إنه يعلمه لموسى. كوني حكيمة، ديليجيت، ادي الباقيين يعملوا حاجات انت ما عندكيش الوقت ولا المجهود ليها، وانت اعملي الحاجات الكبيره اللي ما حدش يقدر يعملها غيرك. ما تعوديش البيت روحي هاتي لي شاي، روحي هاتي لي قهوه، روحي حطي لي الاكل، انت حطي الاكل على السفره وكل واحد يغرف لنفسه. انت محتاج كوبايه شاي، كويس ان انت تقوم تعمل لنفسك الشاي وتريحني وتعمل لي انا كوباية شاي، لكن مش كل حاجة انت اللي تعمليها، مش كل صغيرة وكبيرة انت اللي تقومي بيها، وتيجي اخر الليل مش قادرة تستحملي الوجع اللي في جسمك. انت اللي عملتي في نفسك وعودتي اللي حواليكي انك تعملي لهم كل حاجة. اقفي وقفة النهاردة مع نفسك، وده تعليم كتابي. زي ما بنشوف حمى موسى علمه ازاي يقود الشعب، ازاي تقودي بيتك، ازاي تعلمي اولادك، ازاي تكوني مثل حي ليهم، ان كل واحد ليه دور ويقوم بيه. تعالوا نكمل. فسمع موسى لصوت حماه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذوي القدرة من جميع الشعب، وجعلهم رؤساء على الشعب، رؤساء ألوف، رؤساء مئات، ورؤساء خمسين، ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين، الدعاوي العسيرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوي الصغيرة يقضون
هم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه. مهم جدا جدا نوزع الشغل. احنا محتاجين ناس تعلمنا ازاي نسمع لنصحتهم، لان عندهم خبرة وعندهم حكمة. ده النوع من الاصدقاء اللي احنا محتاجينه، ناس عندهم مشورة وحكمة، واهم ما في الموضوع اننا نسمع لهم، لان ممكن ربنا يدينا النوع ده في حياتنا لكن احنا بنرفض ان احنا نسمع ونفتكر لا انا اعرف احسن منهم، لا انا اعرف اتصرف احسن منهم. نسمع ونتعلم وننفذ من المشيرين الحكماء اللي احنا محتاجينهم في حياتنا. طيب تعالوا نشوف نوع تاني من الناس ومن الاصدقاء احنا محتاجينهم. واحدة ست حكيمة، امرأة حكيمة، فادت كل البلد بتاعتها. البلد بتاعتها اسمها آبل. جه استخبى فيها واحد اسمه شبع بن بكري. شبع بن بكري ده كان راجل شرير وأساء إلى الملك داود. تعالوا نقرأ الجزء ده من الإنجيل ونشوف المرأة دي عملت إيه. فنادت امرأة حكيمة من المدينة: اسمعوا اسمعوا، قولوا ليؤاب تقدم إلى هنا فأكلمك. يؤاب ده كان قائد الجيش، ويؤاب قال كل المدينة هتهلك علشان نخلص من شبع بن بكري اللي أذى الملك وتكلم عليه كلام سيء وما كانش رجل مخلص لينا. فرحت المرأة قالت له لا تعال نتكلم ونتفاهم. قالت المرأة أنت يؤاب؟ فقال أنا هو. فقالت له اسمع كلام أمتك. فقال أنا سامع. فتكلمت قائلة: كانوا يتكلمون أولا قائلين سؤالا يسألون في آبل، وهكذا كانوا انتهوا. أنا مسالمة أمينة في إسرائيل، أنت طالب أن تميت مدينة وأمة إسرائيل، لماذا تبلع نصيب الرب؟ فأجاب يؤاب وقال حشاي حشاي أن أبلع وأن أهلك، الأمر ليس كذلك، لأن رجل من جبل إفرايم اسمه شبع بن بكري رفع يده على الملك داود، سلموه وحده فانصرف عن المدينة. فقالت المرأة ليؤاب هوذا رأسه يلقى إليك عن السور. فأتت المرأة إلى جميع الشعب بحكمتها فقطعوا رأس شبع ابن بكري وألقوه إلى يؤاب، فضرب بالبوق وانصرفوا عن المدينة كل واحد إلى خيمته، وأما يؤاب فرجع إلى أورشليم إلى الملك. قد إيه بنتعلم من الكتاب المقدس ومن قصص ناس عاشت في الأرض زينا، لكن ربنا أداهم حكمة وتمسكوا بالحكمة. خلينا نكون النهاردة معروفين إننا جماعة الرب الحكيمة. نكون الزوجة الحكيمة في البيت، أكون الزوج الحكيم في البيت علشان أقدر أربي أولاد يكون عندهم حكمة ويقدروا يواجهوا كل المواقف الصعبة في حياتهم، في حياتنا الروحية، في حياتنا العلاقاتية مع الناس، أو في الكارير بتاعنا. محتاجين الناس دي. لكن زي ما بقول لكم دايما، علشان أنا أكون محتاجة صديق من نوع معين لازم أنا أفكر أني أنا أكون ده الصديق، ده النوع ده من الأصدقاء للي حواليا. ودي كلها اختيارات إحنا بنعملها، ودايما بقول لكم في نهاية كل حلقة أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. تعالوا نكون أصدقاء نشيل، أصدقاء مخلصة، أصدقاء حكيمة، علشان نقدر إننا نفيد عائلتنا ونفيد بيتنا ونورثهم أعمدة حقيقية يقفوا عليها. اختياراتنا بتأثر فينا، بتأثر في مجتمعاتنا وفي بيوتنا. ودايما بنقول أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. فاضلة
تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان. فاضلة مذكورة في سفر الأمثال، إن وجدت لرجلها تغنيه بكمال، كاملة مخلوقة من ضلعة إنسان، قادرة موهوبة وثمنها فاق الأثمان، حب يحفظها رجل الإيمان، وتعينه ويعينها دوما في كل مجال، فتبارك بيته وتبارك بعدهما أجيال، امرأة